من يوم انها النجران صلاطين من هالبيعات غلابت معاديها سمعت البيت يا بيت يقول الشاعر الفطران وجاريته من الماجيل والدنيا الواليها ابن حزمه عشرين يقول قول وافي مليان وانا جاري حشق العرب والجزله مديها يقول الشاعر المعروف من يوم انها النجران صلاطين من هالبيعات غلابت معاديها اهل بيعه واهل فزعه واهل وقفه واهل عرفان واهل حلم على المصطيل يا صارت بياديها محل نقصي ولا نقبل خطا ونزاع عن السيان نوقف له على وضع النجا ما حنا نخبيها ولا منحن خلصنا ما هججنا تسوي بركان وترى عيله تصير البيت لو كبرت نمشيها وخوي الجنب وجيه نحمها الله ما هي عيبان ما هي بوجيه قوم حدها يطعن تناديها وعلى منهج رسول الله نسير ونلعن الشيطان وكلمتنا رسول الله اولها وتاليها وشيمتنا ما هي ترضاننا في الزور والبهتان او صدق المواقف والعوادي في مباديها قبيلة يام هم يام المواقف والزمن برهان وحنا يام يام الحلم والوقفة لهاليها واليام انا تعلينا على عوص النضا شجعان قطعنا فرجت ما كل قطاعنا بياتيها وحنا نصرة الدين الحنيف بماضية الأزمان وما زلنا يكون اللي بليس العود مغويها وقفنا وقف ثم وقفوها التركة والألمان وسوينا سوايا ما حد يقدر يسويها كسرنا جيش لا يكسره للجني ولا الإنسان لأن حاس مديره نطق من اللي يقاويها نبركها على صم الصغى نبركها على صم الصغى لمترغي الحيران وتعاطف قودنا لا من طمرنا في تواليها عزاوينا لمثار الغشام الجري الظلمة وحتى اللي ما تسور تسور ليه ثارت براعيها ويلينا إن الحديد اللي الغير جدودنا مالان ويضرب جمعنا جمع العدو ويلين يفنيها يا والعيد تتوالى الهدوء الضوحة بصوت البشاتة